وحقيقة اللي يجعل الإنسان قلق، أنا قلق، وأحيانا يعني يتأخر عني النوم، بل أنا يعني من النادر أنني يعني أحس برطوبة وحلقة في عيني ودموع، ولكن في قضية مثل قضية مصر يعني أحس بذلك أحيانا خوفا على هذا البلد. فعلا أولا لا بد أن يكون المؤمن متضامنا مع إخوانه في أي حدث يحدث، والله سبحانه وتعالى يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي الحديث المتفق عليه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. لاحظوا أن القسمين فقط أشياء مادية، الرحمة والعطف والتعاطف، يعني كمثل الجسد الواحد. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما، طاب في الدنيا غصونا، هم وردوا الحياض مباركات، فسالت عندهم ماء معينا، إذا وردوا الوغى كانوا كماتا، يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، ولم يتشدقوا بقشور علم، ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يتحدثوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهونا. دعوني من أمان كاذبات، فلم أجد المنى إلا ظنونا، وهاتوا لي من الإيمان نورا، وقووا بين جنبي اليقينا، أبد يدي فأنتزع الرواسي، وأبني المجد مؤتلقا مكينا. أنه الكثير يسألون عن قضايا تتعلق مثل بالخروج أو تتعلق بالمظاهرات أو أشياء من هذا القبيل، فأنا كنت أجيب بعض الشباب وأقول لهم إن طبيعة الأنظمة الجمهورية اليوم هي قائمة على عقد اجتماعي كما هو معروف، هناك تعاقد، هذا التعاقد الحاكم والمحكوم والعالم والعامي كلهم متفقون عليه، لا أحد منهم يقول بخلافه، أنه مبني على ترشيح ومبني على انتخاب ومبني على تحديد فترة زمنية وعلى دستور معين وعلى يعني أشياء مسموح بها وأشياء غير مسموح بها. فإذا حصل مثلا تزويل في الانتخابات أو حصل خرق للدستور الذي اتفقوا عليه تصبح عملية هذا العقد كأنها متوقفة، فهذا ينبغي أن يراعى. كذلك مثل عملية مظاهرات أو غير مظاهرات، لا يلزم أن نقحم نحن الفتوى الشرعية في كل هذه الأشياء، يعني لنترك لكل أهل بلد استحقاقاتهم وظروفهم وتداعياتهم واتفاقاتهم اللي هم أبرموها اتفقوا عليها. ففي مصر لما يأتي واحد يقول مثلا أن المظاهرات حرام كمثال، لن يكون هذا معقولا ولا مقبولا ولا مفهوما، لأن الدولة نفسها تسمح بها والدولة تحميها أحيانا، وفي جهات معينة تمنح ترخيصا لمن يريد أن يتظاهر. اليوم هناك حراك شبابي رائع في أكثر من بلد إسلامي، بل لعله في كل بلد إسلامي، وكما قيل في الشعر أول الغيث قطر ثم ينهمر. أظن أننا نتفائل أن تكون هذه شرارة أو انطلاقة لنهضة في عالمنا العربي على وجه الخصوص، وربما الشباب هم وقود هذا الحراك، ولذلك الجميع يشيد بمواقفهم بدون استثناء، كانت مواقف فيها بطولة فيها رجولة. الكثير من الشيوخ يقول هؤلاء الشباب عملوا الشيء الذي نحن عجزنا عنه وكانوا أحسن مننا وأرجل مننا، والتي منها ما نشاهده الآن في مصر العزيزة على قلوبنا جميعا، لن يغلب الحق طاغوت فلا تهنوا ولو تسلح بالأفلاك والرجم. فعلى الإنسان أن لا يحزن ولا يهن ولا ييأس من روح الله، وأن يؤمن بأنه في النهاية حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته هي التي فيها الخير والبركة وفيها مرد. أنا أقول إن كل مخلص لمصر بغض النظر عن موقعه يجب أن يدرك أن حراك هؤلاء الشباب هو حراك ناضج وراقي وموضوعي، وينبغي أن نكون جميعا معه ولا نسمح بأن يعني اختطف من أي طرف كان، وكذلك لا نسمح بأن يتم الاعتداء عليه بواسطة مثل ما رأينا قبل كم يوم ما يمكن تسميته بموقعة الجمل، لما رأينا أنه الخيول والبغال والحمير يعني تهجم على هؤلاء الشباب العزل الأبرياء، وكأننا أمام الفيسبوك في مواجهة الحمار، يعني الماضي في مواجهة الحاضر والمستقبل.
ليس مقبولا بحال من الأحوال. يجب أن يستمع إلى الناس ويتحسس آلامهم ومعاناتهم ويستجيب لهم. وكان عمر رضي الله عنه يعني يستمع شكاوى الناس من كل مكان، وكان معاوية يقول لولده عن أهل بلد: لو أرادوك على أن تجعل لهم كل يوم أميرا فاجعل لهم كل يوم أميرا. أحيانا الحراك الشعبي له نواميس وله سنن ينبغي الاستفادة منها والتفاعل معها بشكل إيجابي. فأنا أعتقد أن أي بلد آخر، ولا داعي لأن نعدد قائمة الدول العربية أو خريطة الدول العربية، أنه بحاجة إلى أن يقتبس هذه القصة وأن يثور من داخله على أسباب الثورة، كما عبر الدكتور سعد مطر في مقال له. يعني معنى أن هناك أسباب معينة ربما تثير حنق الناس. لماذا لا يبادر العرب في كل بلادهم بالثورة عليها بشكل صحيح، بمعنى أنه يتم تصحيح الأوضاع، نشر العدالة، إعطاء الناس الحريات، ترتيب الأولويات، إقالة مسؤولين إذا كانوا يتحملون أخطاء معينة، تعيين أناس قابلين للمحاسبة والمساءلة وحتى العقاب إذا ثبت أنهم مخطئون. أعتقد أن المسابقة، أن أكثر من بلد عربي يمكن أن يقتبس ذلك، بدلا من أن ينتظر حتى تقع الواقعة وتنتقل هذه الشرارة إلى الشارع ويبدأ يسمع هتافات بالسقوط، والشارع ربما يطور مطالبه كما لاحظت أنت. صحيح. يعني أنه ربما مع الوقت وكذا تصبح مطالبه تتطور ويصعب عليها الرجوع عنها، أو ليس لديها القدرة أو الاستعداد للرجوع عنها، ويصعب الحل صراحة، وقد يتعقد الحل. بدلا من ذلك هناك إمكانية كبيرة، وأنت في فترة الرخاء الآن، أن تقوم ولا داعي لأن نكون مأخوذين بأن يقال والله تأثروا مصر، إلا نحن نقول تفاعلا مع ما يحدث في مصر، لماذا لا تغير كثير من الأنظمة والسياسات العربية طريقة تعاطيها مع الناس؟ لماذا لا تدرك بأن القبضة الأمنية واليد الحديدية لم تعد هي المؤثرة، وأن الناس ربما لم يعد يخيفهم مثل هذا الأمر بقدر ما يمكن يعني تأليفهم بالحب، بالاستماع إليهم، بالاعتراف بهم، بالتجاوب مع حقوقهم، بالحوار في وقته المناسب؟ هذا الذي أريد أن أقوله، أنه إذا استوعبنا الدرس قبل أن تلحم الأمور، أعتقد نكون بذلك قدمنا خدمة كبيرة لأنفسنا ولأوطاننا.